لينا. عندي نصائح وعندي عندي كيفاش نصنعوا الحليب مركز كيفاش نصنعوا سميتو ولي كراميل وعندي بزاف مهمين. يلا نصائح يلا على بركة الله. واخا نقول بالنصائح للحليب المركز. نبداو بالنصائح. نصائح لله عندنا الحامض ملي كنديروه مرقد وداكشي انا السيدة اللي ذكرتنا شحال هادي بأنها قالت لنا الما كيف لا نديرو فيه الملحة وكنشدو الحامض ونغسلو مزيان من الطريقة ديالها تبارك الله عليها جربناها. غير انا نزيدها اضافة بأنه كل حامضة كنخشو فيها عود ديال القرنفل وكنخوي من فوق من هذاك الماء مي سميتو كنخوي الزيت اما عود ولا زيت فراني وكنسدو بلاستيك ونسدو القرعة يعني الحامض ديالو يبقى عندك عام مي غير ما حتى شي حاجة يعني فوق الماء زيت زيت هو بحال اللي كيغشي فيه هذاك التعف هناك وسميتو عود ديال القرنفل عود ديال القرنفل كل حامضة بعود ديال القرنفل صغير. نعم يعني عندنا الشيفلور من كنبغيو نفيقو كيعطينا واحد الريحة كيما مكيبغيوهاش الدراري أو أي حاجة مكيبغيوهاش كنديرو الطرف ديال الحامض والعود ديال القزبر ملي كنجيبو القزبر مثلا وكنقيو دوك العويدات كنحتفظو بيهم ملي كنبغيو نفيقو كنديرو معاهم هدوك العواد نهائيا مكتعطيش يعني الريحة. طريف الحامض والعواد القزبر القزبر إيه. عندنا دابا كيفاش نحضرو الحليب المركز هو كراميل لو كان السيده الله يذكرها بخير السيده ناديه ربما ناديه يمكن في الليل عطاتنا بزاف ديال الوصفات كيفاش نصاوبوا حليب محلى كيفاش نصاوبوا الحليب محلى غير محلى بزاف المهم انا طريقه اخرى عندنا الفطره ديال الحليب العادي الحليب اللي كنشريو الكرتون نعم نص لتر الفطره ديال الحليب العادي كنديروا معاه نص خماره نص خماره نص فانيليا وحده نص فانيل وكاس ديال سنيده وكاس ديال سنيده كنديرو هادشي كله في طنجره ديال الدق تكون ثقيله باش ما يتحركش لينا الحليب وكنبقاو نحركو فوق البيطه مهينه حتى كيفيد الحليب بهاد المواد كلها اللي درنا هاد العناصر اللي ذكرنا وحنا كنحركو بالمورفه ديال العود كنحركو يعني تقريبا شي ساعه ونص ولا جوج سوايع وحنا كنحركو كنحسو على كراميل تماما حليب مركز من كراميل كنحركوه ساعه ونص ساعه ونص ولا جوج سوايع حتى كيولي اللون بني وكيعطينا كيولي عندنا كراميل يعني وكنديرو نفرغو في شي زلافه وكنغطيو بديك الفيلم اليمونتي ويعني يبقى عندك مده راه درت بها انا الحلوى في العيد وراه باقي خارج ناس المجمد ساعات وساعه ونص لا ساعة ونص حتى جوج سوايع. ساعة ونص حتى جوج سوايع. نعم لا. عندنا ندوزو لنصيحة أخرى عندنا كيفاش تقدي الكبار. هذا هو وقت البرد كيبغيو السيدة الكبار إما كيدير مع البيض ولا كيدير مع شلاضات مطيشة وداك الشيء. كنشدو الكبار كنجيبو كنحيدو من العواد. نعم. حيدو من العواد كنرقدو في الماء من كيرقد في الماء. واحد النهار كله يوم مرقد من غدي كنصفيه من داك الماء كنديرو فواحد القراعي معقمه كنكبو عليه الماء شي كنفوتو النص كاع ديال القرع الماء وكنزيدو واحد معلقه صغيره ديال الملحه واحد معلقه صغيره ولا معلقه هكا على حسب الملح الذوق واحد سميتو واحد معلقه صغيره ديال الخل وكنزيدو داكشي الباقي كنعمرو عليه زيت العود نعم يعني كيتنظف بطبيعه الحال كيبات فازك كيبقى النهار كله والليل كله فازك الصباح كنصفيو كنديرو في قراعي اللي تكون معقمه كنغطيو عليه شويه الماء والملحه وشويه الخل ماشي كنفوتو النص كنفوتو النص ديال القرعه بالماء والباقي كنعمروه بزيت العود نعم والخل والملحه وكنسدو عليه كيبقى عندك واحد المده يعني ديري بيه شلاضات مع البيض وسخون في هذا الوقت ديال البرد وداك الشيء يعني زيت هي الاخيره في اللي كنسكبوها فوق القرعه كنعمرو اكثر من نص قولي ثلثين ديال القرعه نعم شويه الملحه شويه الخل وزيت البلديه نعم عندنا كيفاش نصنعوا الفواكه المعسله دابا عندنا واحد القشور ديال الليمون دابا الليمون موجود الحمد لله بناكلو دوك القشور كنستغلوهم في الفواكه المعسله بلا ما نبقاو نشريوها كنشدو القشور ديال الليمون سميتو تكون ديك المهبرة شوية كبير الليمون الكبير كنديروها في الماء نرقدوها بالماء نعمرو على الماء كنبقاو كل نهار حنا كنبدلو داك الماء نعم مدة ديال أسبوع مدة ديال أسبوع ملي نبدلنا الماء كنشدو في الأخر كنقطعوه طريفات صغار
طريفة صغار مكعبة وكنبدا نديرو كل جزء فحال قسمو داك الكمية اللي عندنا ديال الليمون قسمها على ثلاثة. نعم مثلا كنشدو الجزء الأول كنديرو في كاسرونة كنزيدو عليه واحد الكاس ديال سنيدة واحد الكاس ديال الماء واحد معلقة كبيرة ديال عصير الحامض والملون اللي بغينا اللون أحمر ولا الخضر ولا الصفر. باش كنديرو مثلا جزء من هاد الليمون قطعناه طريقات نعم في كاسرونة مع الماء باش كنغطيو عليه بالماء. لا كاس ديال الماء كاس ديال الماء ولكن ما عطيتيناش الحجم ديال القشور ديال البرتقال اللي عندنا. المهم انا واش نقول لك جهد جوج كيسان ديال الليمون عامرين مقطعين نعم ما ما غنحطني غنحطهم في الكاسرونة ما غنغطيوش عليهم بالماء ياك غير شويه. لا لا ولا تحريك ما تحريك كاس ديال سينا كاس ديال الماء معلقة كبيرة ديال العصير الحامض والملون اللي بغينا على حسب اللون اللي بغينا الاحمر والاخضر والاصفر وكنخليو داكشي كيتعسل فوق البوطة مزيانة مع التحريك ديما حيت ما كنهدوش على التحريك صافي. من بعد كنحتفظو بكل لون في واحد القرعة ونديرو في الثلاجة كنقسمو ديك الكمية اللي فكعي ثلاثة نفس الطريقة عاوتاني اللون الاخر من الاخر وحنا غاديين عندنا لا بغيتي بغيتي نعاودو بهاد الطريقة والله جزاك بخير. قلتي لنا واحد الكمية ديال القشور ديال الليمون اللي كنديروها في الماء وكنبدلو عليها لمدة أسبوع كل صباح الماء منين كتسالي منين كنسالي الأسبوع كنجبدوها نصفي الماء ونقطعوها طريفات صغار مكعبات وكنقسموها على حسب الحجم اللي عندنا جوج ثلاثة دلوان اللي غنخرجو منها. تنديرو الحجم تبع الكاس ديال جوج كيسان ديال دوك القشيرات اللي مقطعين مربعات في كاسرونة معاهم كاس ديال الماء وكاس ديال سنيدة وعلى نار مهينة كنحطوهم بعد ما كنضيفولهم اللون اللي بغينا ديال الملونات الغذائية يا الحمر يا الخضر يا الصفر ياك. نعم المدة اللي كنخليهم على النار شحال حتى تينشف لينا الماء؟ كيتعسل كيتعسل داكشي كيولي معسل وكينشف نهائيا من الماء. نعم تفضلي. عندنا نصيحة أخرى أنه بالنسبة عندنا واحد مثلا كيكون عندنا في الدار الروبينيات اللون ديالهم بيض السيدات انا كاين اللي كيدير جيكس الصابون بالبيض وداكشي ومع المدة انه داك اللون البيض ما كيبقاش كيطير ما كيبقاش. نعم كنشدو كناخدو الملح ديال الصوديوم كنزيدو مع واحد شوية ديال الماء سخون وكنديرو في واحد الزيت وكنبداو نحكو كنحكو في هادوك الروبينيات كيرعو لنا يشعلو بلا سميتو بلا جيكس بلا هدا راه كاين مع المدة كيدير. ومن بعد كتكون عندنا ديك الرشاشة بأنها مكتسادين الدوش مكدوش الماء. نعم كنشدوها كنحلوها وكناخدو واحد الشيتة ديال السنان كتكون عندنا قديمة وكنحكو بها ديك العيون بواسطة هداك الماء ديال المسحون الملحة كنحكو كنحكو وكنعاودو نسدو نركبوها وكنديرو كتكب لينا الماء عادي. نعم يعني كي بوشي ديك لي روبيني خصوصا اللي كنديرو فيهم الماء سخون هو الكالكير. الكالكير ممكن تطري في الحامض مثلا نحكو به تيحيد الكالكير الحامض الخلي اللي هو اللي كيحيد من الكالكير بصفه جيده. عندي نصيحة أخرى أن السيدات كيبغيو يديرو كوكيز كيحضرو داكشي وكيلقاوش داك الشكلاط داك الصغير أنهم يحضروه في الدار. كنشدو الشكلاط كنديرو في واحد المقلة ديال الما مكتلصقش وكنديرو فوق كاسرونة بها فيها الما وحضرو حتى كيدوب داك الشكلاط. نعم ملي كيدوب لينا علاش درنا المقلة اللي مكتلصقش عالية على الكاسرونة وكتعطي بها درنا وحدة في وحدة من بعض المرات كي ملي كيغلى داك الما كيتفاد عليها كترش علينا الشيء سميتو الشكلاط إذا كان كيدوب وقاسر الما غير نقطة مكيبقاش يدوب كيخسر. نعم تيخسر. تفضلي. كنشدو من داب لينا وداكشي كنديرو في واحد السورانك كنديرو في السورانك كنبداو نشدو واحد القاعط وكنخرجو فيه ديك المقيطة ديال الشكلاط صغار وكنحاول نهزو شوية باش تبقى لنا ديك بيك شوية وكنخليو حتى كيبرد ومن كيبرد كنجمعو وكنديرو في بلاستيك ونحتفظو بيه في مجمد. نهار كتبغي السيدة تحضر الكوكيز كتجبد من هادوك وكدير اي عندها الشكلاط. نعم كرات صغيرين ديال الشكلاط اللي ممكن يتشكلو في الحلوى في الكيك في اي حاجة. تبارك الله عليك.